أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. المباراة ما كانت جيدة بالنسبة للطرفين، بس نقطة أفضل من لا شيء. عندنا مباراة مهمة، المباراة الجاية الثالثة الأخيرة، إن شاء الله نخش على أساس الثلاثة نقاط إن شاء الله. كل منتخب له تكتيك وطريقة لعب، ما أتوقع هذا الشيء بيصير ضد سوريا. أدعمونا إن شاء الله نكون نحسن أفضل منكم إن شاء الله.